ولا مشكل، يعني راح نقول لك راح يولي مشكل كما كانوا يعني اللي راهم معاك في الاستديو صحيح سي ابراهيم، وبالتالي راح يكون يحل مشاكل، راح يولي يخلق مشاكل. نعم سليم وساسي رئيس فريق ترجي مستغانم قاسم بن فريحة قال فكرة معقولة وفكرة يمكن الاستفادة منها، لماذا لا يعني الاستنجاد بالخبرة التونسية، هم يستنجدون بالصفرة الجزائرية، ولما لا نستنجد بخبرتهم على مستوى الفار وحتى الأشقاء في البلدان الأخرى العربية، من أجل على الأقل يعني الشروع في استعمال تقنية الفار هنا في الجزائر. هناك قال ياسين معلومة أنه عدد الحكام الذين يعني المرخص لهم استعمال تقنية الفار في الجزائر لا يتعدى 5 حكام، كيف يمكن الموسم المقبل أن نستعمل أو نلعب ربما 8-9 مباريات في جولة واحدة مع 5 حكام فقط مرخص لهم باستعمال تقنية الفار؟ 7 حكام صحيح سي إبراهيم. شوف نقول لك حاجة، منذ الأزل يعني والتاريخ يشهد أنه اتحاد الكرة تاع تونس وفي مصر بعض المرات كانت التحكيم الجزائري هو اللي راح يحل المقابلات الصعبة الكبيرة صحيح والمصيرية في تونس. صحيح تاريخ تاع التحكيم الجزائري مظاهر، ومنذ الأزل منذ سنوات التسعينات كانوا الحكام الجزائريين الدوليين السابقين الشرفاء اللي كانوا نظاف الى درجه تاع يضرب بهم المثل، كانوا هما اللي راحوا يديروا المقابلات، وحنا كان لنا الشرف في سنه 98 و99 و2000 درنا مقابلات في تونس بالبطوله التونسيه ومقلقات الكاس تاع تونس للحكام الجزائريين الذين اداروا مباريات في تونس. لانه ماذا نفسر هذا التراجع؟ الناس تتقدم وحنا نولينا للخلف، هذه هي القراءه. لانه اللي كانوا يشرفوا على التحكيم كانوا نظاف، ليش كيما دركا بعض من راهم في الواجهه نتاع التحكيم يجرون وراءهم امور خطيره جدا، لانه من الناس هذو راهم بعض من راهم في الواجهه اللي راهم في الواجهه راهم ناس مازالوا حيين يعرفوهم، احنا نقولوا كبار الحي يعرفونا وكبار المدينه يعرفونا، دونك il suffit toujours de se mettre dans le droit. ويكونوا في النظام ويكونوا في النظافة.